يقول السؤال: قراءة سورة الزلزلة للمسافر في كلا الركعتين هل فيه حديث صحيح؟ الجواب نعم، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. وبعض الراوي قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الأرجح أنه كررها تشريعا، يعني لبيان الجواز، يعني لبيان أنك ممكن تقرأ نفس السورة بعد الفاتحة في الركعتين، لأن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التشريع. ولو كان ناسيا لنبههم بعد الصلاة، مثلا قال نسيت مثلا، فلما لم ينبه علمنا أن الأرجح أنه فعله من باب التشريع. على أي حال، هذه سنة عارضة، سنة نادرة، ما هي مستمرة. يعني هذه في السفر مرة فعل ذلك، تبغى تطبقها في السفر تفعلها مرة فعلها، لا مانع. طبعا من ناحية الجواز يجوز، يعني حتى في الحضر لو واحد قال طيب أنا لو قرأت نفس السورة بعد الفاتحة يجوز، لكن ما هو فعله عليه الصلاة والسلام؟ سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، فواضح أنه ينوع، وهذه صارت مرة.